السلام عليكم وأزول في اللون. اليوم نروح إلى ولاية تيزي وزو للوقوف على أشغال ترميم نتاع فندق عمراوة اللي يقع في إذن في هذه الولاية، واللي يعود إنشاؤه إلى ثمانينات القرن الماضي، وحيث أنه الآن راه قيد الترميم والعملية راهي واصلة حوالي 60 أو 70%. وحسب التصريحات نتاع المسؤولين المحليين ممكن هذا الفندق يكون جاهز قبل يعني 2024 أقصى حد، اللي ينضاف إلى الملف نتاع تنظيم كأس إفريقيا باش المقدم إلى الكاف، حيث أنه ملعب تيزي وزو راه معين كملعب احتياطي اللي في هذا الترشيح، وان شاء الله تكون فيه الفنادق، لانه لازم فيه 4 فنادق، فندق لكل فريق ومن صيغة 4 أو 5 نجوم. ان شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.